بالأمس مات الشيخ أسامة بن عبد العظيم بن حمزة رحمه الله عن 70 عاما. هذا الرجل ختم القرآن في مسجده 2400 مرة، وكان يعرف عنه بطول الصلاة، يعرف عنه بطول الصلاة. فصلى يوما المغرب، وهذا على مدى سني زمان أكثر من 40 سنة، ليس يوما ولا أمس، وله في ذلك اجتهاده، فإن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فغفر الله له. لكن أنا أذكر لكم إن الإنسان إذا حب شيئا أكثر منه. يقول أحد المشايخ من أهل القرآن، يقول: ولما نزلت مصر أنا أحب أن أصلي عنده، عملا بنصيحة أحد الناس قال لي: يا شيخ، أنت من أهل القرآن، لماذا تسرع في الصلاة؟ اذهب للشيخ فلان إذا نزلت إلى مصر. قال: فنزلت. الشيخ مسجده في حي في مصر اسمها الأباجية، حي الخليفة بمصر، 6 أدوار. الذي يأتيه للصلاة راغب يعلم منهجه فين في الصلاة. قال: فأخذت السائق معي وذهبنا، وقلنا رايحين نصلي عند الشيخ فلان. قال: طيب أنا معك السواق يعني. قال: فصلى بنا المغرب، فماذا قرأ في الركعة الأولى؟ قرأ آل عمران والنساء، وفي الركعة الثانية قرأ المؤمنون والنور والفرقان. كم جزء هذه؟ قال: فما انتهينا إلا بقي قليل على إيش؟ العشاء. وهذه مسألة اللي يتكلم فيها العلماء، يعني اللي أنك تبدأ أن تطيل في هذه الصلاة، وإن أطال النبي قالوا مثلا بالأعراف مرة في المغرب، فقالوا هذه مرة لبيان الجواز. ومنهم من قال: الأصل أنك ما دام قد بدأت الصلاة في أول الوقت لا يضرك، وإن أتممتها في آخر إيش؟ في آخر الوقت. وهذه مسائل يعني طويل نيلها وفقها، تراجع في كتب الفروع. لكن أنا أذكر لكم في مثل هذه الأشياء والكلام فضل. يختم في رمضان في كل ليلتين، في كل ليلتين، يعني في رمضان له 15 ختمة، وهو أستاذ في أصول الفقه، وكان عميد لكلية الشريعة بجامعة الأزهر رحمه الله. يناقش رسائل الدكتوراه، ناقش يوم الرسالة لأحد الطلاب من بعد الظهر إلى العشاء، لا يقطعه إلا الصلاة، يخرجون للصلاة ويرجعون من الظهر إلى العشاء، توقع كم؟ 8 ساعات أو قريبا من ذلك، دقيقا في مناقشته. فرحمه الله فيما اجتهد فيه، وغفر له فيما اجتهد فيه، فيما أصاب وفيما أخطأ. دفن اليوم وكانت الجنازة مهيبة مشهودة، آلاف مؤلفة سدت مرمى البصر، سبحان الله، رحمه الله رحمة واسعة.